السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله جايبكم يعني شرح جميل. معاكم أولا مهندس طارق، جايبكم سقف وهنركب عليه كهرباء. إزاي هنركب كهرباء السقف بالخراطيم؟ تمام. أول حاجة لازم نحدد نوعين من السقف، سقف سوليد سلاب هو السقف العادي كان معانا السقف كمان معانا بالشاب، والسقف الثاني فلات سلاب وهو السقف بريكتين. تعالوا دلوقتي هنشرح السقف العالي، تمام، وهو السوليد سلاب. أول حاجة لازم أنا قبل ما أعمل أي حاجة لازم أحدد أشياء. أول حاجة لازم آخد نظرة أو الزوني بتاع الشكل الأول. انا اطلع السقف، تمام، بحدد القمر وبشوف كل غرفه من فوق وبحاول اني يعني اخد الفكره بتاعتي من تحت. بعد ما حددت الفوق، تمام، انزل لتحت اشوف البيبان، هل الباب هيتفتح يمين او شمال ازاي. يعني انا دلوقتي نفترض ان انا برضو هفترض معاكم عشان لو في اي حاجه مختلفه معاكم فيما بعد اني احاول افترض ويطلع افتراض صح ان شاء الله. نفترض ان هنا في باب، تمام، فتح باب، فالفتح الباب طبعا بيتفتح على الجدار، فالباب هيتفتح، تمام، فاعتبر الاناره هتكون موجوده هنا. فانا لازم ادخل كل غرفه واحدد نوع، يعني احدد الباب وفين الباب موجود والاناره هتكون فين. فانا عايز حاجتين منك تحت، ان تنزل وتحدد فتحه الباب، تمام، ومكان الاناره، تمام. حددت يعني خدت نظره بقى من تحت كل البيبان، تمام. دلوقتي يبقى معانا فوق، اطلع تاني فوق، تمام، واشوف دلوقتي في عندي يعني نوع في الغرفه. الغرفه تبقى يعني في طول وفي عرض، تمام. الطول طبعا اطول من العرض، فانا يعني هضع الخرطوم بتاعي في اتجاه الطويل ازاي. نفترض دلوقتي ان معانا غرفه، ده الغرفه هنا، نفترض ان الغرفه ده حوالي 6 متر، تمام، وهنا 4 متر او 5 متر، ده الافتراض، تمام. فانا الخرطوم هيكون في اتجاه ال 5 متر ولا 6 متر؟ لا، هيكون في اتجاه ال 6 متر. يعني انا افرض ان اضع الخرطوم بتاعي كده في اتجاه مستقيم، تمام. طيب فانا لازم قبل ما اضع الخرطوم يكون الخرطوم في منتصف الغرفه، يعني هنا ده 5 متر، تمام؟ فهنا جسم من هنا 2 متر ونص، وجسم من هنا 2 متر ونص، أو أعد لوح الجزانة وفي النص هنا، يعني النص هنا يعتبر أضع الخرطوم بتاعي، نرسم الخرطوم بتاعنا، تمام؟ فالخرطوم بتاعنا في اتجاه الطويل. طب هل أنا هرسم يعني أضع الخرطوم كله في اتجاه الطويل؟ أه، اتجاه الخرطوم، أه، فأنا هحط الخرطوم كله في اتجاه الطويل، ده هنا اتجاه الطويل، هنا اتجاه طويل، تمام؟ هنا اتجاه الطويل. طب بالنسبة للغرفة ده، تمام، سواء غرفه او حمام. طب هنا نعتبر ان الغرفه ده يعني 3 متر، الطول 3 متر والاربع 3 متر. طب انا اعمل ايه في الحال ده؟ لا، ده حل سهل. بحدد يعني الباب، فتحه الباب، فتحه الباب نعتبر فتحه الباب منين؟ فانا يعني دايما اخلي الخرطوم في اتجاه الباب بحيث ان ينزل معايا، تمام، وما يكونش فيه كسرات. سواء انت عملت الخرطوم هنا صح، سواء انت هنا عملت الخرطوم صح في اتجاه طويل، بس انا احاول اني اعمل الاتجاه الخرطوم في معايا في اتجاه فتحة الباب، تمام، حتى تكون الإمارة يعني في اتجاه فتحة الباب. فأنا أضع الخرطوم في فتحة اتجاه الباب، تمام، وهنا في طرقة نضع الخرطوم، تمام، وهنا برضه أيضا زيين، والغرفة هناك، والغرفة هناك في اتجاه الطويل. أنا بدي افتراضات، تمام، والغرفة في اتجاه الطويل، تمام. فأنا أول حاجة أقص الغرفة طول أطول من العرض، فالغرفة الطويلة ففرش عليها الخرطوم، تمام، ده سهل، تمام. تعالى في النوع الثاني. طب في نوعين من الناس اللي هتركب، بيركب الخرطوم، في ناس بتركب الخرطوم من هنا وهنا ويعمل له وصله يعتبر هنا فتحه الباب. انا قلت لازم تحدد فتحه الباب وهيفتح يمين وشمال ومكان الاناره. دلوقتي حددنا فتحه الباب وهنوصل الخرطوم في منتصف خرطوم، والناس بيبقى تحت في القمر وينزل اسفل القمر، يعني فوق الاناره، تمام. في ناس بتعمل الخرطوم يعني في نفس الشكل ده وتنزل بيه في القمر، وفي ناس لا، تاني بتروح عامله الخرطوم كامل، بعد ما تعمل الخرطوم كامل تروح منزلها هنا، تمام، في القمر بينزل لتحت. طب ايهما صح؟ هما الاثنين صح، يعني مفيش حاجه غلط. سواء انت عملته كده، هو برضه كل واحد يعني بيعمل الطريق، وفي ناس بتعمل الطريقه ده بيقول لك لا، احنا مش هنقطع في الخرطوم، نحس ان الخرطوم هنا في يعني في مكان هنا قطعه، وفي قطعه ممكن اسمنت يعني يتميل اسمنت وممكن يتسد، فيقول لك لا، انا اخلي الخرطوم كامل. ماشي، اتجاه راي صح. وفي ناس بتعمل الخرطوم في منتصف الخرطوم، بتحط خرطوم ثاني وبتثبته بمسمار هنا. فالافضل انا عندي الطريقه ده، لان الطريقه ده يعتبر هتوفر يعني سلاك بالنسبه لي معايا، تمام. فخلينا نمشي بالطريقه ده اللي انا بشتغل بيه. طب بالنسبه للخرطوم ده، وجيه يعني امام فتحه الباب، خلاص هنزل خرطوم عادي في الكاميرا، تمام، ونزلت هنا الخرطوم، يعتبر هنا فتحه الباب، خلاص نزلنا هنا الخرطوم فتحه الباب، يعتبر هنا فتحه الباب. انا بديجي يعني بديكم امثال بحيث انا ما يعني ما اشرحش حاجه ثابته وتروح لما في شغلاني وتيجي الدنيا مختلفه فتقول لا انا ما اعرفش، لا فيش حاجه اسمها ما اعرفش. فانا اعتبر فتحه الباب، فمعاك طريقتين، ان انزل خرطوم كامل في الكاميرا او اي في منتصف خرطوم وانزل في الكاميرا، تمام. نزلناها هنا في القمر، طبعا نزلنا الخرطوم كلها جنب فتحه الباب، تمام.
طب ايه تاني معانا في الشغل؟ حلو جميل يعني دلوقتي جميل خالص وزعنا الخراطيم، بس لسه دلوقتي فاضل حاجه تانيه، فاضل اللمسه الاخيره. دلوقتي هنحدد مكان، يعني مكان الباب الرئيسي بتاع الشقه، لان يعني في لوحه توزيع. لوحه التوزيع ده يعتبر اللوحه اللي هتوزع الغرف كلها والحمامات والمطابخ. طب نفترض ان هنا السلم، فطبعا السلم هيكون هنا فتح باب، نحاول نرسم حاجه مختلفه. يفترض ان في هنا، خليها لون اوضح، نفترض هنا الجدار، تمام، وهنا الباب، تمام. الباب هنا هيتفتح على الحيطه ده، تمام. طب هنا اخر الباب، اخد حوالي 20 سنتي او 15 سنتي واعمل لوحه توزيع. انا بحاول اني اعمل لوحه التوزيع اكون جنب الباب عند الخروج. ليه؟ لا قدر الله لو حصل مشكله او اي حاجه، اني يعني كل الناس اللي خارجه بتفصل الكهرباء، تمام؟ فانا بحاول اني اخلي لوحه التوزيع جنب الباب الرئيسي، تمام. طيب انا عملت لوحه، يعني حددت لوحه التوزيع، فانا هاخد من كل خرطوم، يعني كل غرفه ليها خرطوم لوحه التوزيع، سواء خرطوم او اثنين. طب انا هاخد الاثنين ده ستيبل، بحيث انه خرطوم السد يكون الخرطوم الثاني دليل عنه. طب افرض الملك يعني مش جايب لي خرطوم كتير، خلاص انا هعمل له حوالي خرطوم واحد. طب ازاي؟ انا بروح على بوصل خرطوم من لوحه التوزيع، بمشيه في القمر، لازم اهم حاجه في القمر لان هي يعتبر امان للخراطيم، وبنزله عند الفتحه نفس الفتحه النازله فيها لاسفل الاماره، يعني فتحه الباب هنا مكان المفاتيح، فيكون فوق مكان المفاتيح بتاع الاماره، تمام؟ اخد خرطوم هنا من لوحه التوزيع، وخرطوم هنا، تمام؟ وخرطوم هنا برضه يكون في القمر. طب لو ما يكونش في القمر عادي، اخده كده في الغرفه، بس احاول اني اتجنب الثنيات في الخرطوم بحيث ان الخرطوم ما يعني ما يتسنيش، ويعتبر لو لان التاني خرطوم ملوش اي قيمه. وباخد من كل غرفه، تمام، اخد من كل غرفه خرطوم لوحه التوزيع. طب بتقول لي طب يا باشا في ناس بترمي خرطوم في الارض، ايهما افضل؟ هل خرطوم في الارض ولا في السقف؟ هو الناس اللي دلوقتي شغاله يعتبر خرطوم في الارض، بس السقف افضل. ليه؟ لان في عمل الترميم او في عمل التجديد اللي الخرطوم معايا في الارض ده يعني يعتبر ممكن هتتضرر او ممكن يحصل قطع فيها، يعني دلوقتي هتكسر السيراميك، هتركب سيراميك تاني مختلف، فمعاك خرطيم تحت، فممكن الخرطيم ده تضطر. فانا عندي السقف بيكون في الامام. فهنا برضو نسينا هنا ده بلكونات، البلكونه برضو هرميها في اتجاه الطويل وبرميها على فتحه الباب، تمام. طب بالنسبه للسقف دلوقتي خلصنا السقف العادي. طب بالنسبه لها يعني السقف اللي كوردي اللي فلات سلاب الاكتيال، طب هل النظام ده يمشي مع الفلات سلاب؟ يمشي مع الفلات سلاب. ازاي؟ انا اول حاجه اقطع السطح فوق، بحدد السقف، يعني برسم المنطقه بتاعت الزون في دماغي، وبعدين انزل تحت اسفل. طب نفترض اني ما عرفتش الغرف، اخلي الملك يوريني ده غرفه فين وده غرفه فين، او يكون معايا رسم. الرسم لو في رسم بالنسبه للمهندس الكهرباء خلاص الدنيا كلها واضحه، انا من الرسم هطلع الخرطيم ويعتبر مقاساته بس حاضع عليه. طب نفترض انت واحد ملك جاب لك الشغل ده ومفيش رسم، هل تسيب الشغل؟ لا ما تسيبش الشغل. انا لو كان في شغل تحت اعرف مكان الغرف، لازم احدد مكان الغرف. حددت مكان الغرف هعمل زي نظام السوليد سلاب، ارمي الخرطوم في اتجاه الطويل، وبنزل الخرطوم في فتحه يعني اسفل، يعني اعلى الاماره، يعني فتح الاماره بيكون فوقيها الخرطوم اللي هينزل منه خرطوم السقف، تمام. وبرمي وبخلي الخرطيم وسط يعني مكان هنا، صح نسيت، الخرطيم في السقف رجه واحده يكون اسفل الحديد، يعني الخرطوم يكون اسفل الحديد. فانت لازم برضو تخلي الملك يجيب لك او الحداد بسكويت ويرفع الحديد حوالي 2 سم ونص من الخشب او 3 سم. طب نفترض اني ما جابش الملك وما فيش اي بسكويت، خلاص انا هجيب زلط في حدود 3 سم او 2 سم ونص، وبرفع الحديد وبحط عليه الكهرباء. طب بالنسبه للفلات سلاب، لا الفلات سلاب بيكون الخرطيم بين الرجلين الحديد. فده المختصر المفيد بالنسبه لكهرباء السقف. ده الشرح الوافي، سواء انت مالك، سواء انت مبتدئ، سواء انت محترف، الشرح ده ان شاء الله هيفيدك. وما تنسوش ان شاء الله نحن يعني باذن الله هنجيب شروحات تاني مختلفه، وانا بحب اني اشرح الحاجه على الواقع كما شرحت، وما فيش اي حاجه صعبه. اهم حاجه ان الخرطيم ما يكونش فيه ثنيات، وكل غرفه ليها يعني كل غرفه ليها خرطوم من لوحه التوزيع، وكل غرفه هحط الخرطوم في اتجاه الطولي وانزل منه وصله، او سواء اخلي الخرطوم كامل وانزل من الغرفه الثانيه. فاسهل حاجه يعتبر تصميم الخرطيم للاسقف. ان شاء الله الدرس الثاني هيكون فيه شروحات. ما تنسوش ان تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك، وان شاء الله هتنتظروا الشروحات الجايه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.